صار لي مدة بحكي إنه اللي بضايقني أكثر من أي شيء، وإذا ما بنام بالليل بنام لأنه التحديات الاقتصادية باليمن. الهدف الرئيسي إنه بدنا نمو ل 2018. الأردني لازم يشوف الخير أقل شيء نهاية السنة أو بداية السنة الجاية. ومنها بدنا استثمارات، بدنا ناس يجوا من برا يستثمروا في البلد، بدنا شركات، بدنا مصانع. أنا رايح الصين بكرة على الهند، وبدهم يفتحوا التجارة على الأردن لأنه بدهم يستفيدوا من العراق ومن أفريقيا، بدهم يجيبوا مصانع وشركات لأنه حاسين إنه نحن عندنا تجارة حرة مع أفريقيا مع أوروبا، وفي دول أخرى الصين ودول أخرى حابين يعملوا الأردن المركز. لكن كمان بدنا مؤسسات الحكومية يفتح الأبواب لهم. فإذا تسمحوا لي أنا عم بصير قاسي جدا على المسؤولين بالدولة، إنه يا عندكم شهور أو مرات أسابيع تمشي من ألف لباء أو بتروح. فأعتقد إنه نحن كنا بنفس القمة. إذا الهدف النمو ونحمي الطبقة الوسطى ونحسن النمو للمدنيين، لازم نغير أسلوبنا ونكون قاسيين شوي، ومش ما نشتغل بالأسلوب اللي نحن متعودين عليه. المسؤولين من يوم من التعديل بدنا نشوفهم بالميدان، وأنا بدي أراقب إذا بتسمحوا لي اللي ما بيطلع من الكرسي وبيخاطب أي شيء ويطلع ويتحدث مع المواطن يروح. أنا عم بتزيد وأنا بضل بمزح بالأجانب إنه المصري بيشتكي من 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 اللاجئ السوري، طيب وين الأردني؟ لكن إذا نحن بدنا ندعم الجيل الجديد لازم نركز على التدريب المهني المتقدم اللي بيجيب رواتب أنا أعتقد أكثر من خريج الجامعة. أنتوا تعبتوا على أولادكم، بروح على الجامعة كل المصاري بيجي من جيوبكم، بعدين بعد ما يتخرج بروح على البيت لأنه ما بيلاقي شغل. فاليوم لازم نصير نفكر شو احتياجات الأردن لخمس عشر سنوات، وإن شاء الله بنوضح للجيل الجديد إنه يروحوا على مهن اللي فعلا بدهم يلاقي شغل. سوريا الحل السياسي بده شوية وقت للأسف. كل ما نقدر نستعجل كل ما نقدر نخفف من عدد اللاجئين. شوفوا إنه اللاجئ هسه بمدارسنا بمراكز صحية، إذا واحد بده يلاقي أرض بده يشتري شقة من الجيل الجديد يعني أضعينه. يعني نحن عدد سكان حاليا بالأردن تقريبا 10 شوي، فقط 7 منهم أردنيين، الباقيين كلهم أجانب على 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 أكتاف الأردنيين. صح. فالأمور يعني الله يعين آخر كم سنة. في أطراف من إخواننا ومن الإسرائيليين مرات بيحكوا على موضوع وطن بديل. أنا من أول يوم وسيرنا لي حلو حكى نفس الشيء، ما في شيء اسمه وطن بديل لأنه الأرض تقدرش.